شيبه كيبسني بالصغير غطاطي في القمر. غنمشي الجمعية وليدي، غنمشي الجمعية الصباح يجيو لي محل، يعطيني شي شغل، وما نقدرش نمشي لذاك المحل، وليدي ملي خرج من عند سعادة الوكيل، وجابوا شهادة لطيفة، وجابوا سعيد صاحبه اللي حطوا لي اختطفوني وتعصبوا لي، اش غير كذب؟ وجابوا وليدي انا عارف اش كنقول، هذه المسؤولية ديالي، كل كلمة قلتها كتعمل المسؤولية ديالها، علاش هاد السيد يخرج؟ علاش من عاقة تزيد السيد يخرج؟ شنو هاد؟ بغيت نعرف شنو هو الدليل البراءة ديال هاد السيد باش خرج؟ بغيت نعرفها، انا في بالي حتى شي حاجة، واش كاين شي واحد كيتقدم للمحكمة بلا بيا انا اللي ندير انا اللي مذكرة عليا به؟ شدوه بوحدو للمحكمة وانا بوحدي ناسها في دارنا، كيقول لي السيدة هربت ما بغاش تدوز معايا هاد الوكيل المالي، راه هادشي اللي هو اللي حيرنا خوتي، راه هادشي هو اللي عذبني، انا ناسها في دارنا مريضة وجا ضربني جا غادي للدار هاد الواد. وقال لي سير انت بالراحه انا معاك وتامنت وفراسي قلت جيش ملكي عطوني حقي والسيد عطى عليا الفلوس السيد هو بزناس حيت هو بزناس عنده النفوذ ديالو عنده النفوذ ديالو عنده الناس ديالو خذوش ليا الحق ديالي يا الناس انا بغيت حقي انا كنطالب بالحق ديالي انا ما بغيت حتى شي حاجه انا عادل بوخيمه هو دار لي هذا الشيء وكنت عامل مسؤوليه لعادل بوخيمه راه هو اللي اغتصبني من تاريك رفضني مع دوك الناس عباد الله كنقول الحقيقه عباد الله كنقول الحقيقه عباد الله تيقوا بيا راه السيد كرفضني راه الناس صوروا لي صوروا لي شواهد الطبيه ديالي انا كنطالب بطبيب شرعي كنطالب بطبيب شرعي عباد الله اخوتي المغاربه انا اختكم وجاوبوا فيا وجه الله فنوا فيا وقفوا معايا وتضامنوا معايا راه احتاجيت لكم دابا في هذه اللحظه راه عندي غير الله وتوبه راه عندي غير الله وتوبه راه والو راه حتى واحد ما وقف معايا وعطاني حقي راه حتى واحد ما عطاني حقي انا ما عطانيش حقي راه غنخسر راسي راه ملي سمعتك بنا كتغطي على الشارجه ديال الدار شدوني اخواتي راني كنغطي على اخوتي ونخلي ولادي يتامه وعباد الله عطوني حق ديالي وعباد الله عطوني الحق ديالي راني باغي غير الحق ديالي في هاد الدوله ما بغيت حتى شي حاجه انا راه بغيت غير حقي وكنطلب من الوكيل المالي واش هاد السيد انا حضرت معاه واش هاد السيد انا جيت معاه للجلسه واش هاد السيد انا تقدمت معاه للسيد علاش خرج بغيت نعرف هاد السيد علاش خرج يا عباد الله واش هاد السيد تخربص عليا وخرج وعلاش يا عباد الله وعلاش يا عباد الله هاد السيد خرج وعلاش يا عباد الله هاد السيد خرج وعلاش هاد السيد كرفصني وعلاش هاد السيد كرفصني وعلاش هاد السيد اغتصبني وجابوا لي جابوا لي ست ناس هو السابع معاهم علاش هاد الناس علاش هاد الناس قدموا هاد السيد بوحدو وانا لا وبغيت غنعرف اخوتي علاش هاد السيد تقدم المحكمة وانا ما مشيتش معاه علاش علاش يا عباد الله وعلاش يا عباد الله وبغيت غير حقي واعطوني غير حقي وعباد الله بغيت غير الحق ديالي لهاد السيد وعباد الله غير فتحوا في المينف وسيروا مع فيا التحقيق راه غتلقاو كلامي صحيح راه هاد السيد راه مجرم وراه هاد السيد راه غتصبني وراه هاد السيد راه ضيع لي كرامة ديالي قدام خوتي وعائلتي راه مابقاش عندي الكبارة بين شي واحد وراه شوف علي والأم ديالي عندها غير كلوة وراه خرجت على الوالد ديالي وراه حشومة على هاد السيد شنو درت ليه انتقم مني شنو درت ليه هاد السيد شنو درت ليه انا باش طلعت لك اخويا باش طلعت قتلك انا باش عديت لك سيدي باش طلعت قتلك شوف انا انا بغيت غير الحق ديالي وعباد الله وقفوا معايا بغيت غير حقي انا ما تصابش هادشي كاين ثابت انا بغيت الاعدام انا بغيت الاعدام ليا انا نتحاكم براس هاد السيد انا بغيت الحق ديالي وانا علاش بغيت نعرف علاش هاد السيد تقدم المحكمة بلا بيا علاش هاد السيد تقدم المحكمة بلا بيا انا علاش الشهادة بلا بيا علاش ما عطاوش علاش خدمة علاش الشهادة الطبية داها الدرك ديال المشروع ما عطاوش علاش خدمة من الشهادة اللي سيرتها فيك طبية شهادة طبية علاش تما تا الزمور ولا
ما ولا تزور اي فاطمه انا ضحيه وتورقه ما عندي باش نثبت شي حاجه واش انا يا مختصر وتورقه ما عندي يخدم كل شيء عندهم هما السيد داز في المحكمه خويا بغا يدوي عليا ما عندوش حد الا باش يهضر عليا تورقه علاش باش بالحق ناخذ ولا شهاده طبيه ونهضر على راسي ماشي بحقي علاش حاتي ما ياخذ شهاده طبيه ديالي يستهزئ بيا علاش ويضحك عليا علاش وكيقول لي بشويه انا غادي تعقري وكيضحك عليا وانا ما رضيتش علاش عباد الله علاش عباد الله جبت حق بهاد البلاد غيعطوني حقي ولا ناخذو بيدي كنقولها من هذا المنبر غيعطوني حقي ولا ناخذو بيدي غنحيد المور راس وغادي نقدم راسي ما رضاش انا ما رضاش سيدي اغتصبني ما رضاهاش حيت انايا قلت غيدخل المخزن غياخذ لي حقي غتعرفي غنفرح غيجيب لي عصابه دوي انا وليت خايف على راسي السيد ملي خرج غيجيب لي عصابه انا خايف على خايف على راسي انا ما غنمشيش يعطوني حقي انا غنعس هنا حتى فابريكان تجيبوا داك السيد وتعاودوا المسطره وانا مستعد قدام خوتي المغاربه قاهريه انا قدامكم اليوم خايف صراحه من عقلك حالتي واش السيد كاين هاد السيد ولا ما كاينش انا راه غير واقفه قدام ولدي ما كنبينش ليه بالدار مازال القاضي عليه غينصفوهم والجهاز الامني ما كاينش اليوم كيتفاوضوا السيد خير خساره ما عرفش الله علاش هاد السيد وباقي يدخل شي عصابه علاش جاتو عريس راه عريس بصح كيشرب في الحليب والتمر راه عريس راه عريس بصح بصح ما عندكمش فاش يبقاو هنا عادي غادي لكم حل اخوتي جيبو من حالي انا بعدي في غنمشي هذيك الدار اخوتي والله الا مشيت ليها هنا غادي الثقه ديالو وتعاود هنا هنا غادي في خيوط حميده السيد تتاكل ويخرج علاش انا بغيت غنعرف علاش السيد تقدم عند الوكيل الملك وانا لا ما يلف ما شتاش بالمجرى الصحيح وعلاش تقدم عند الوكيل الملك وانا لا علاش ما تقدمش هي مكان علاش مشيت معاه انا الضحيه انا مشيت نهضر على راسي ياك مش غير تقدم علاش وكنتفاجئ في اللايف كيقول لي مخرجت هربت ما بغاش تقدم انا في دارنا شاده الفراش والصحافه عندي الله يكرم عندي هذا الكونفوكاسيون جات اخباري ما تحاجوش علاش عباد الله علاش ما ناخذش حق ديالي انا بغيت حقي اه سيدنا ومحمد السادس والله الا صرخت والله الا صرخت شوف من حالي راه كان كنتي تشوف بيا شوف من حالي اه محمد السادس احضر في بلاد الظلم احضر في بلاد الحقره راه ما كاينش الحق ربك صاحبي دوز بالدرويش تدخل الحبس صافي هادشي اللي كاين هذا عنده صوالح عدليه وهذا شكايات عضو نصب واحد راه كاين بزناز راه كاين بزناز حبسي ما كاينش هنا بزناز السيد دخل الفلوس عليا والنفوذ وقفوا في طريقي ودور لي المحضر ديالي فاش كيكون غير محضر عادي كيتقدموا الناس كيقدموا طرفين محضر عادي بين الضرب والجرح كيتقدموا علاش انا الاختصاص ما تقدمتش عند الوكيل المالي علاش عباد الله علاش انا بغيت الحق انا بغيت الحق علاش علاش نورا بشار جابت لي هاد السيد حتى تعطيك ديالها انتقم مني علاش علاش انا بغيت الحق ديالي بغيت الحق ديالي اخوتي المغاربه وقفوا معايا اخوتي انا خدكم انا خدكم وقفوا معايا اخوتي المغاربه انا خدكم دوروا معايا الجهاز الامني اللي كيتيق فيه باش ينصفوا ما نصفوا لكم ها هو شري انا كنهضر بالحق انا ما كنهضر بالحق كتفاجئوا بالجانب اللي وخرج حتى الوقت الضحيه المشتكيه ما تقدمش معاه وقت سؤال الحياه راه كنتي خابر نجحتي باش نجحت على المحضر اليوم كانت الشهاده الطبيه ما خداتهاش باش خاطر فقا ودوي بها ما خاتهاش يعني كاين تلاعب حتى في الشهاده الطبيه الدرك اللي جا دار التقرير الطبي يعني كاين غموض تما شهاده طبيه شهاده طبيه خاصها تعاود النظر فيها وتحالة طبيب شرعي محلف المسؤولية خوتي طبيب شرعي محلف المسؤولية طبيب شرعي لأن الطبيب خدمات خدمات عند درك ديال الفتح هاد السيد راه تكرفص عليا بغيت الحق ديالي علاش الطبيب هذا المولاي عبد الله الطبيب هذا المطران بقات هي الاخرى كيتسناو فيها وجابوها من دارها وقلبات لي كتقول في دارك هادشي كاين كيقول لها لا عاودي راه ما كاينش شي حاجه كتكذب كتقول لي كتقول لي لا شويه تقول لي خرجي تسناني برا فين خرجت انا كنت دار لا طلع معايا القالب انايا خرجت دارت لي قالت لي خرجي تسناني وبقى معايا في البيرو تعاودوا لي الوراق بالبيرو علاش علاش هاد الناس كرفصوا عليا انا بغيت حقي علاش هاد الناس كرفصوا عليا عباد الله السيد بزناز اي حاجه يديرها قتال اي حاجه يديرها واللي بغى يقتلني اللي اغتصبني غدا يقتلني هادشي اللي كاين انا ما نمشيش لدارنا انا بغيت حقي ما عرفتش هادشي فاش يقتلني نص ساعه انا بغيت حقي انا بغيت حقي انا بغيت حقي اخوتي انا بغيت حقي هادشي الخيمه انا بغيت حقي انا بغيت حقي انا بغيت حقي غدا يجي لهنا بغيت الحق ديالي
جيت لهنا جيت لهنا الدار سؤال يحير سؤال يحير هاد قاضي ولا نائب وكيل العام ولا وكيل نائب وكيل الملك اللي داز عدو سميتو داز عدو المجرم ما كيطالبش باسم المشتكية راه سؤال يحير يحير نفسه راه خاص المشتكية تحضر واش كاين شكاية مشتكية ما كايناش راه لا يعقل راه لا يعقل الناس القادة هذا راه سؤال كنوجهو ليكم راه لا يعقل هاكا نائب وكيل الملك ولا نائب وكيل العام راه كاين بنتك هادي راه سؤال يحير نفسه رجع عند لطيفة بشهيد ودار سبيل تبقى منك مجرم بوحدو لا زيد لا زيد مجرم عاش الملك راه كاين مشتكية في الملف عاش الملك